ترسانة من القوانين والتدابير المشددة في ظل هستيريا أمنية تعم أوروبا، بعضها تم ليفرض حالة أشبه بالطوارئ، فيما يعد لبعضها الآخر وما قد يزيد من موجة اعتراضات المجتمع المدني الذي رفع نبرة تحذيراته من الإفراط بما تبقى من الحقوق الأساسية تحت عنوان مكافحة الإرهاب والتطرف، وهو العنوان الذي يتصدر الآن أجندة الحركات اليمينية والنازية المتطرفة الآخذة في الصعود، بمزيد من التضييق على المهاجرين ومسلمي أوروبا بعد هجوم باريس، بدعوى أنهم علة الإرهاب وضد الاندماج، مطالبة بإعادة النظر في سياسة الهجرة والمواطنة وبتعليق العمل باتفاقية شنغن أو تحديثها بما يتناسب مع حجم التهديد وسد الأبواب في وجه المهاجرين المسلمين وفرض قوانين الاعتقال الإداري، ولو أن الخطاب الرسمي يتجنب مثل هذه اللهجة التحريضية العلنية ضد المهاجرين كيفما جاءوا. الإرهابيون اعترفوا بأنهم استخدموا قنوات الهجرة للوصول والاستقرار في بعض الدول الأوروبية، وهذه كارثة بالنسبة للأشخاص الذين هم بحاجة للجوء في هذه الدول. ورغم الإرهاب وتهديداته، فإننا لسنا عازمون على تغيير السياسة الأوروبية حيال الهجرة. غير أن قوانين مستحدثة في فرنسا وبلجيكا وهولندا بعد بريطانيا وألمانيا بسحب الجنسية الأوروبية ممن تورطوا في الإرهاب مع مجموعات متطرفة، لا يرى فيها البعض جدوى ما تسعى حكومات اليمين وجماعات الضغط إلى أبعد منها في اتهام المهاجرين المسلمين حتى يثبتوا براءتهم. إن استخدام الإرهاب كذريعة لاستهداف الهجرة والمهاجرين هي محاولة خطيرة جدا، ولن يكون فيها رابح من الطرفين، لأن الهجرة بحد ذاتها شرط لتقدم المجتمعات الإنسانية. وعلى خلفية المخاوف التي تظهر أوروبا كأنها تحبس أنفاسها وسط 20 مليون مسلم فيها، يتوجه الاتحاد الأوروبي رسميا إلى إنشاء إسلام سياسي وليس إسلام في أوروبا بحسب المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب. ومع تزايد اللافت لحالات استهداف المسلمين، تعالت في المقابل الأصوات المعتدلة لإحداث التوازن بين السياسات الأمنية وبين الحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية، بما في ذلك وضع تشريعات تحد من معاداة الإسلام في أوروبا. كريم بخساني، العالم، بروكسل.